كانت الطفلة تنحف وعندها اسهال واسعال وترشح والتغذية الاكل ما تقدر توكل. كانت اقول البنات الى المنزل فقاسوا البنت، فكان عندها المقاس لون احمر واعطونا ورقة تحويل الى المركز، فجابناها للمركز ففحصوها هنا واوزنوها وقايصوها، وكان ضعف عندها ودو اعطونا من ذا المغذي لها. في أطفال عندهم سوء تغذية حاد وخيم، ولو نحن مش ننزل يعني ميدان ونقيسهم شهريا نعمل لهم متابعة وأحالة وكذا، يمكن الطفل يتعرض لسوء التغذية ويتوفى. كان الخدمات جيدة واستقبال جيد واحترام، وكان رضا مننا. هذه المساعدة هي تساعد من النقص الذي موجود في القرية. لو لم المساعدة هذه يمكن أن أغلب الأطفال تنتهي.